اهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا، تفضلي. عالم شوفوا، انا بالنسبه لي اجهزه الليزر من اجمل واروع الاختراعات صراحة، وفرت على كثير ناس كثير تعب وجهد. انت عم تقولي الصبايا، حتى الشباب صاروا يلجأوا للليزر. خبرينا شوي عن هذا العالم الواسع اللي نحن يمكن معرفتنا شوي محدودة فيه. هلا مثل ما بنعرف الليزر تقنية ما صار لها كثير فترة زمنية يعني متقدمة عنا، بس هي سهلت كثير امور كان مثل ما قلتي للنساء وللرجال. الليزر الحلو فيه انه بيعمل على ازالة الشعر من الجسم، بيريحك من السكر، من الشمع، من الخيط اللي متداولين نحن بالعادة انه نحن نستخدمه. هلا الحلو بالليزر كمان انه حتى مو بس هو بيشيل الشعر وبيخلصك من الشعر وبيساوي لون الشعر، بيعطي نعومة للجسم، هو بيزيل كمان تصبغات من الجسم، بيعمل على توحيد لون للبشرة، بيخلصنا من أمور جلدية مرضية ممكن نتعرضنا مثل التهاب شعيرات الجريبية اللي بتكون الشعراي قالبة تحت الجلد وعم تعملنا حبوب على سطح الجلد، بيقلل من مساحة المسام الموجود على الجلد. فهو مو بس حل لأنه نحن ناخد تجميلي، هو كمان حل مريح لأنه يكون علاج طبي تماما. بس كمان كثير في بنات بيضيعوا بين السوفت لايت والليزر، هل مفعولهم واحد؟ يعني احنا بنعرف انه السوفت لايت بيستخدم للاماكن مثل الوجه، الاماكن اللي فيها مثلا وبر، لكن الشعر السميكي بيلجأوا لاستخدام الليزر. متى بفضلوا السوفت لايت ومتى بفضلوا الليزر؟ هلا هن الاثنين ليزر، بس الفرق بيناتهم انه الليزر اللي بنستخدمه نحن للجسم للشعراي السميكه، خلينا نقول بيختلف عن السوفت لايت. السوفت لايت هو كيو سويتش بس موجه قصيره، يعني بيعمل على تشقير الشعراي بالمناطق معينه. مثلا عملنا مثلا نحن جلسات ليزر على جهاز الليزر اللي هو البارد او الحار حسب طبيعه الجهاز اللي نحن عملنا جسمنا عليه، والشعراي سميكه ومع الوقت صارت ناعمه ومع الوقت ما بقى في عنا ظهور للشعر. ممكن بهذاك الوقت نلجا للكيو سويتش اللي هو الليزر السوفت لايت، لان الموجه تبعته الاندياك بتكون كثير قصيره، فبنعمل على ازاله الشعر بمناطق معينه. بس هذا الشيء كمان بيخلينا نقول انه في عنا بعض المناطق بالجسم مثل البطن او الظهر عند الانثى او مناطق معينه بالوجه ما بنلجا لها للليزر اللي هو الموجه طويله الاندياك ال 1064، بنلجا للكيو سويتش لاني بيكون اخف على الليزر على المناطق اللي نحن ذكرناها. طيب هلا في حالات ممنوع تتعرض للليزر، ما بعرف خصوصا اصحاب مرض البهاق، الليزر بيأثر عليهم بطريقه شوي سلبيه، خبريني شوي عن هاي الحالات وخبريني هل ممكن نلاقي بديل للليزر بهيك حاله؟ هلا مرضى البهاق طبعا ما فينا نقرب لهم لان المنطقه عندهم بتصير افتح، بنخاف نحن يعطي رده بعض الاحيان الليزر بيعطي رده فعل عكسيه على الجلد، ما كل الناس ممكن تستخدم الليزر، فنحن دائما من مرضى البهاق بنبعد عنهم لاني اوريدي هن لازم يتعرضوا لموجه اسمها اليو في لتقدر توحد لهم المناطق عندهم، فنحن ما بنقرب لهم لما نتعرض معهم لاي شيء بالسكين. هلا البديل عنه ما في بديل رح يكون عن الليزر لمرضى البهاق غير الحلول القديمه التقليديه اللي نحن ذكرناها. صباح الخير. صباح النور. انا قاعد معكم. اهلا وسهلا. حاسكم عم تحكوا عن شيء ما لي علاقه فيه ابدا. لا فيك تشاركنا، تفضل. انا بشوف انه في ايام رجال ما عندي غير هالسؤال اذا بدك. ايه تفضل. بيعملوا ليزر للحيه. تحديد اللحيه. تماما. وممكن يرجع بيطلع بعدين دغري او بيطلع اشعه شمس او كذا وبعدين بصير عنده بقع. هذا اللي بيكون حق على مين؟ هلا في شغله كثير مهمه انه نحن لما بيجي الشخص او الصبيه لتعمل ليزر علينا نحن نعطيها المعلومات قبل. الشاب. ايه هلا حاحكيك انه في تعليمات بناخذها قبل ما نعمل الليزر وبعد ما نعمل الليزر. هلا بهالحاله اذا هو ما تجنب الشمس، عدم بنفس اليوم اللي بيكون عمل تحديد اللحيه ممنوع يتعرض للشمس، الواقي الشمسي لازم يستخدمه بشكل يومي، ممنوع يحط اي شيء فيه الكحول مثل برفيوم او عود او اي شيء بيهيج البشره بيعملنا حساسيه، لازم هي نتجنبها هي الامور.
بلس انه في شغله كثير مهمه انه ما حدا بتقيد بالتعليمات، بيعمل الليزر بقول عادي بيروح الجيم عادي بيروح بصير يطلع الشات بعدين، لاني بهذا الشيء بيصير عنده تصبغات لما بنتعرض لاشعه الشمس بعد ما بكون عاملين الليزر، بيساوي هذا الشيء عندنا تصبغات، بيعمل خلل بطبقه الميلانين اللي عندنا بالبشره. فلازم دائما لما بنعمل ليزر نحن نتجنب الشمس لمده 3 4 ايام، الواقي الشمسي بشكل يومي، ما في 3 4 ايام بنوقفه، لاني نحن هون ببلد حرة فلازم نستخدم الواقي الشمسي بشكل دائم. انا شخص ما في شعر اسود، كله ابيض، الابيض الليزر ما بيزبط معه للاسف، انه كثير حكى بهالموضوع انه في اجهزه ليزر بتشيل الشعر البيضاء، للاسف لحد الان ما في شيء بيشيل الشعر الابيض بشيء اسمه جهاز ليزر، ولا الاشقر، مو بس الابيض ولا حتى الاشقر. اه يعني مش انا قادر نفعكم يعني بس الاشقر ما يعني مش مزعج للعين اصلا. الاشقر ولا الابيض؟ الاشقر. هلا في ناس شعراتهم اشقر بس بتضايقوا منها، مثلا في وبريات بوجهن او في مناطق بوجهن بتكون شعراي شقره بس بتكون طويله فبدهم يشيلوها. الاشقر والابيض ما بيزيلوا الليزر ابدا، لاني بالاساس الليزر ما بيشوف ضوء الليزر، ما بيشوف هاي الشعراي، بيشوف الشعراي اللي هي السوداء والبني داكن. دكتورين انا كمان انا بعرف مش بس ايهاب الشعر البيضاء، الشعر كل ما كانت اخف كل ما كان صعب إزالتها، كل ما كانت أسمك كل ما كان تأثير الجهاز تماماً عليها قوي واختفت من جلساتها تماماً. هذا الشيء اللي كنت عم بشرح لك إياه قبل شوي لما كنا عم نحكي على جهاز الليزر والسوفت لايت، شو الفرق بيناتهم. الليزر كل ما كانت الشعراية غامقة وقاسية كل ما كانت الاستجابة إلى سريعة والإفادة أكبر. الشعراية الوبرية الوبرية ما بيستفيد عليها جهاز الليزر أبدا، ممكن نلجأ للكيو سويتش لنخليها بيتشينج، يعني لنعطيها تشقير ليختفي كلون، بس ما في شيء بيشيل الشعراية الوبرية. بس دعاء أنا أحس أنه عندك كثير معلومات أنا صراحة أسئلة كثير إن شاء الله عليك. بيشيل الشعر كليا ولا بيضل في شيء مثلا شيء ومنه يعني مش هلأ الكل بحسب الليزر، إذا عمل 4 جلسات 6 جلسات حسب طبيعة الجسم، تختلف من شخص لشخص والشعرانية بتلعب دور، بحسب أنه راح أبدي. الليزر حل بديل عن الأشياء اللي ذكرناها مثل الوكس والسكر والأشياء اللي ذكرناها، بس هو مو حل أبدي، بس حل مريح لمدى كتير بعيد. يعني مثلا نحن عملنا ليزر، الشاب عمل ليزر للحية وأخذ نتائج بالوقت اللي هو عمل فيه الليزر، هذا لا يمنع أنه هو كل فترة 3 أشهر أو 6 أشهر يعمل جلسة أو جلستين مثل ريتاتش لما نخلي ترجع بصلة الشعراي ترجع تنمو، لأن الأوردة الدموية عندنا بترجع بتضخ وبترجع بتقوي بصلة الشعراي وترجع بتخليها تنمو وتظهر لسطح البشرة. فنحن دائما هو حل دائم شبه دائم، فينا نقول مو دائم بشكل دائم، لاني لا تنسى نحن مع تقدم العمر الانثى كمان عندها الحمل، خربطت الهرمونات، تقدم العمر ممكن يتعرض الانسان لاي مرضى ياخذ اي ادويه، فهذا ما هو حل ابدي، حل شبه ابدي، بس هو النتائج اللي عنده كثير رائعه، لاني لما بيطلع الشعر بعد فتره ما بيطلع بالكم اللي كان عندك اياه قبل، ما بيطلع بنفس الطريقه اللي كان عندك اياها قبل، بيطلع بمناطق متفرقه، ممكن نعمل لها تاتش لنحافظ عليها. طيب دكتوره بدي اسالك سؤال، في كثير ناس عندهم الشامه او حبه الخال بيطلع فيها شعر، هي ما بيقولوا ايه انه جرحها بيعمل سرطانات، فشو الحل بهي القصه؟ هلا نحن دائما لما بيكون في شامات او خال بالجسم دائما بنحط عليه مثل علامه اشاره بلون سيركل، حتى سيركل بلون البن الابيض بالقلم الابيض، حتى اذا حدا مثلا عنده تاتو كمان بيبعدوا عن هاي المنطقه، ممنوع لانه بيعمل حرق، نحرق المنطقه اذا كان في تاتو، كل ما كانت اغمق كل ما صار في حرق. اوكي هلا في يعني في نوع من الشامه مثلا ما بيطلع فيها شعر وبتكون تحت الجلد، في نوع ثاني لا بتكون بارزه، البارزه ما بنقرب لها، حتى اللي بتكون سطحيه اذا كانت مسافتها كبيره ما بنقرب لها، اما الناعمين اللي لا يروا كثير انه عادي بيمر عليه الليزر، بس اللي بتكون واضحه ما بنقرب لها. وفي كثير ناس بتجي بتقول لي حبه الخال فيها شعرات ضربي لي عليها ليزر، نو واي. يعني لازم الواحد كثير ينتبه لهذا الموضوع. بس في كمان موضوع يمكن هلا لانه احنا صيف اغلب الصبايا بيروحوا على البحر وبيعملوا تان، تماما هل بيفضل انه ما تلجا الواحد لليزر اثناء الصيف وتعمله بالشتاء، او فيها مثلا انه هي تكون تمارس حياتها طبيعيه لكن مع وضع واقي الشمس؟
هلا لانه صراحه انا واقعه بهاي المشكله مو عارفه شو اعمل. هلا شوفي، دائما نحن بنقول اللي بيتعرض للبحر وبيتعرض للتان ممنوع يعمل جلسه ليزر قبل ما يمضى على يعني انت رحتي مثلا اليوم، ممنوع تعملي جلسه ليزر بعد ما يمضى 20-25 يوم. اوف، مو اسبوعين. ليه؟ لاني البشره بتكون متعرضه لاشعه الشمس وبيكون اوريدي اخذ مكتسبه لون، فانا لما بجي بعمل الليزر ممكن اعمل حرق على البشره، ممكن اعمل تصبغات على البشره، لاني احيانا قلت لك طبقه الملين بتعمل رده فعل عكسيه على السكين. اوكي، كنت في شغله كنت حضرتك عم تحكي عن انه المراه بتحبل وبصير في تغيرات بجسمها. تماما، ما بياثر عليها الليزر؟ هلا كل الدراسات اللي انعملت ما في شيء اثبت انه الليزر بياثر على المراه الحامل الجنين او شيء مثلا. رح اقول لك انه ما في اي شيء بياثر على المراه الحامل، بس نحن دائما بنحط كوتشن مارت انه نحن ما فيها تعمل، لاني اولا الليزر هو اشعه بتمتصها بس شعير البصله تبعيه الشعري، ما بتخترق الجلد او بتخترق الاماكن الثانيه، مثل اشعه ثانيه مضره، مثل الاشعه السنيه هي مضره للمراه الحامل وممكن تاثر عليها وتاثر على الجنين، بينما الليزر هو شيء سطحي بيمتص بصله الشعري، فما بيكون لاعماق المراه بالرحم او المبايض او هي الاشياء، ما بيكون لاعماقها، بس نحن دائما بنفضل انه المراه ما تعمل ليزر لبعد الولاده، اولا الهرمونات مخربطه، ثانيا ما رح يكون انتظام الجلسات بشكل منتظم هي اثناء حملها، ثالثا انه الالم بيكون اعلى عند المراه الحامل، فمنخاف يعطيها اي انقباض او اي رده فعل. بتوجع الليزر؟ هلا هو الليزر شبه بدون الم، هلا في عده انواع للليزر، في الليزر الحار، في الليزر البارد، في الليزر اللي هو بالنيتروجين هلا اللي كلياتنا متجهين له لاني الم واخاف ما بنشعر باثناء عمل الليزر، بس الليزر بشكل عام بالاخير انت اشعه عم تحطها على سطح الجلد اكيد لنشعر بالوخزة اللي بتكون موجودة. لكن حوامل ما في شيء سلبي، بنصح كل حامل انه ما تعمله باثناء حملها، لاني بالاساس ما حتحصل على نتائج لبعد الولادة لترجع تنتظم هرموناتها لتقدر تعمل الليزر. أوكي. طب دكتورة رنا، لو صار لا سمح الله وتحسست الصبية مثلا من الجهاز او من عملية الليزر هاي وصار عندها مثلا احمرار او مثلا بثور او حرق مثلا بسيط، كيف ممكن انه هي تخفف هاي الحروق او انه هي تعالجها؟ هلا بشكل عام بعد الليزر ممكن كل بشره عن بشره تختلف تكون رده فعل، في ناس بيصير عندها حكه، في ناس بيصير عندها حرق، في ناس بيصير عندها احمرار، في ناس بيصير عندها تورم. هلا دائما نحن لما بنحس انه صار عندنا شيء، هلا بشكل عام نحن بننصح الشخص اللي عامل ليزر من بعد ما يكون عامل ليزر بانه هو يستخدم كريمات معينه لتخفف من نسبه الاحمرار او نسبه التهيج تبع البشره او الحكه. لما بيكون في حرق دغري مباشره لازم نعالج الحرق بميبو، نحط كريم يخفف درجه الحرق. هلا الحرق بيصير عن ناتج لا اما حراره زائده بالليزر انعطت، او الشخص لما عمل ليزر تعرض لاشعه شمس مثل ما قلنا هلا قبل شوي، اللي بيعمل لحيه وبيتعرض للشمس وبصير عنده حرق او تصبغات، او استخدم مواد فيها الكحول. فدائما نحن لنخفف هاي الشيء نستخدم الكريمات اللي هي بعد الليزر، كريمات اسمها بوست ليزر بعد الليزر بنستخدمها، بتعطي تبريد للبشره، بتقلل من التورم، بتقلل من تهيج البشره ومن حساسيتها واحمرارها. طيب دكتوره، حضرتك من شوي ذكرتي انه في 3 انواع للليزر، بس من لما طلع الليزر البارد لقيت الناس هيك انقسمت نصين، قلت لك لا الليزر البارد ما حيعطيكي نفس المفعول الليزر العادي رح يعطيك اياه، هل هي الثلاث انواع بتعطيكي نفس المفعول او بتختلف من شخص لشخص؟ هلا الليزر ليزر واحد، بس الثلاث انواع اللي حكينا فيها اللي هي بتختلف انواع البشره، درجه لون البشره، يعني الالكسندرايد اللي بيناسب البشره البيضاء، الاندياك نوعين اللي هي كيو سويتش اللي قلنا عنه السوفت لايت، والاندياك اللي الموجه طويله اللي هو 1064 كمان اللي بيعمل على البشره جميع انواع البشره الداكنه اللي هي الداكنه كثير والسمره السمره كثير والشعري اللي بتكون غامقه. هلا الليزر البارد طبعا كلياتنا اتجهنا له لاني هو ألمه اقل بس نفس النتيجه، النتائج كثير حلوه هلا على الليزر البارد اللي نحن هلا عم نشتغل عليه. لا تنسي انه نحن كل سنه عن سنه او كل يوم عن يوم عم تطلع اجهزه متطوره عم تعالج اشياء كثيره، تقنيات جديده. بس قد ايه مهم انه الصبيه تداوم على هاي الجلسات، يعني ما تعمل جلستين وتوقف، لانه اذا وقفت اعتقد بتضطر انه تعيد من البدايه لحتى يعطي المفعول وما يستهينوا بالجلسه، يعني خلص عندي تماما. هلا هاي النقطه كثير مهمه
للصبيه حتى للشاب اللي بيعمل لحيه. على فكره الشباب مو بس بلشت تعمل لحيه، يعني صرنا نعمل لحيه وظهر واندر ارم وكله. اللحيه بس هي بعرف كثير بيعملوا اجد الايد كمان. تماما. فهلا كثير مهم انه انت اليوم لما بتفكري بدك تعملي ليزر انك بدك تكفي جلسات الليزر، لان اذا نعمل جلسه في كثير ناس بتقول لي لا انا ما بدي، بس بدي خفف الليزر الشعر بجسمي، يعني جلستين ثلاثه. ما في شيء اسمه جلستين ثلاثه، لتاخذي نتائج لازم تعملي جلسات كورس كامل لانه تاخذي النتائج. وكثير غلط انك انت تعملي جلسه جلستين وتغيبي عن الجلسه مده شهرين وثلاثه واكثر، لاني رح تكون رده الفعل العكسيه اقوى بالشعر من انك انت تكوني مكفيه. في شغله معتقد خاطئ او ما بعرف اذا صح يمكن عن الليزر والكانسر. هلا كثير ناس بتقول انه اي مزبوط انه لا انا ما بدي اتعرض للليزر لاني ممكن يسبب لي سرطان فيما بعد. كل الدراسات اثبتت انه الليزر بعيد بعد تام عن مرضى السرطان، سرطان الجلد بعيد بعد تام. هلا نحن anyway لما بيجي الشخص دي يعمل الليزر في فحص بيقوم فيه، يعني كونسلتيشن بنعمل له اياها لنشوف الشعر، لنشوف السكين، لنشوف كل الاشياء اللي عنده، بعدين بنقول له انه فينا نعمل ليزر، ما بنعمل ليزر مباشره. في كثير ناس بيكون عندهم زهره، تقولوا له ما بتزبط لك الليزر. في ناس بقول لهم بكون صريحه بقول له انه انت ما حتستفيد فانا ما بعمل ليزر. في ناس بقول له انه هذا الشيء ممكن يسبب لك مشاكل فيما بعد، بيعطيك رده فعل عكسيه، ممكن يزيد عندك تسبغات، يعني في كثير اشخاص ما بيناسبهم الليزر. سرطان الجلد بريء؟ لا لا لا، سرطان الجلد الليزر بريء من سرطان الجلد. سرطان الجلد هو طبيا له امور كثير متطرفه يعني عن موضوع الليزر، ما له علاقه بالليزر. يمكن السوشيال ميديا او الناس اللي على غير علم عم بتنشر هاي الاشاعات. ايهاب يعني بنقول هون كمان شكرا للتكنولوجيا اللي وصلتنا لهي المرحله اننا قدرنا نخلص من الشعر الغير مرغوب تماما من الجسم. نتشكرك دكتوره رنا، نورتينا وفعلا كنا بحاجه معلومات عن الليزر لانه كثير فيه شائعات. رح نطلع بريك وراجعين. اهلا وسهلا.